السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. السادة الحضور الكريم، مع حفظ الألقاب والمسميات يسرنا أن نتوجه لحضراتكم بأسمى معالم التقدير والاحترام، فكل التحية والثناء لكم. فأهلا وسهلا بكم في مدرستنا، مدرسة نفور شهداء زيت الثانوية. من قول اقرأ للرسول الهادي، بدأت للدنيا رحلة الأمجاد. اقرأ محمد أنت خير مبلغ، لكتاب ربك أنت خير منادي. هذا كتاب الله يختصر المدى، في راحتيك يشع نور رشادي. هذا كتاب الله في تحكيمه عز، وفيه صلاح كل فساد. الحضور الكريم، فلنستمع خاشعين إلى آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأستاذ معتصم شبراوي. فليتفضل مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. لأنه الوطن الصابر الثابت في وجه العواصف والتعديات، لأنه مصنع الرجال العظماء، فكيف لا؟ وقد حفرت رسمك يا وطني بأسناني، ورفعت علم بلادي على قمم الجبال ليكون خفاقا ينادي يسمعه القاصي والداني. ورددت نشيدك يا وطني نشيد الفداء نشيد الفداء. الحضور الكريم، فلنستمع معا إلى نشيد الحرية والوطن مع النشيد الوطني الفلسطيني ورفع العلم. Thank you.
الصامد على أرض فلسطين الأبية، وراجع صلاح الدين بالوعد يفتح بابك يا قدسنا الأبية، والأقصى شاهد والأقصى شاهد على أرواح شهدائنا الزكية. أما الآن مع كشافة وأشباه مدرسة ذكور شهداء سيدة الثانوية بالعرض التشريعي. المدرسة على هذا العرض الكشفي بإشراف الأستاذ إبراهيم حمدة. تحيا وتحمل للوجود رسالة قدسية يسمو بها الأطهار، ما أنت إلا نبع فيض عطاؤه خير يفيض وهاتل مدرار. يكفيك فخرا ما صنعت على المدى، تشقى وغيرك مدرف الإنذار. هذه الحضارات التي تزهو بها، لولا المعلم هل لها إثمار؟ فلنحيي معا المربي الفاضل الأستاذ حاتم الغاب مدير المدرسة لإلقاء كلمته مشكور. السادة رئيس وأعضاء وموظفي بلدية زيتا المحترمين، السادة مدراء وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية المحترمين، الأخوة مدراء ومديرات المدارس المحترمين، الأخوة المعلمين المتقاعدين المحترمين، الأخوة شركائي من بداية العام الدراسي مجلس أولياء الأمور المحترمين، الأخوة الزملاء المعلمين المحترمين، أبناء الطلبة الحضور الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في رحاب هذا السطح العلمي الشامخ بعطائكم الذي هو عقل المجتمع وسنده في محاربة الجهل والأمية. نلتقي في رحاب قلعة علم تتميز بالعطاء المستمر، والتي تفخر بأنها قادرة على تطوير ذاتها، مصممة على استيعاب الجديد النافع، راغبة في تأكيد عناصر قوتها، مدركة بأنها تحتاج إلى جهد المخلصين من معلمين وإداريين، مثلما تحتاج إلى وعي طلابها قادة المستقبل وحماة الوطن. نلتقي في مدرستنا أو في رحاب مدرستنا، مدرسة ذكور شهداء زيت الثانوية التي تحتضن فلذات أكبادنا. هذه المدرسة التي لم تدخر جهداً
في رسم البسمة على شفاه طلبتها وإدخال الفرحة والبهجة والسرور إلى قلوبهم وغرس روح الانتماء للوطن والأخذ بأيديهم على طريق العلم والمعرفة وتدريبهم على إتقان المهارات الأساسية مبتدئين بأبجديات لغة القرآن الكريم متوصلين إلى المهارات العقلية المختلفة خالقين جواً من التنافس بين أبنائنا في مختلف مجالات العلم والمهارات والأنشطة المنهجية واللامنهجية الأخوة الحضور إن رسالتنا تقوم على خلق جيل واعٍ مؤمن بربه ووطنه وما لهذه الرسالة أن تتحقق إلا بالشراكة الحقيقية بين المدرسة والمجتمع المحلي بمختلف شرائحه ومؤسساته وعلى رأسها مجالس أولياء الأمور وانطلاقا من إيمان المؤسسة التربوية بأهمية العلاقة مع المجتمع المحلي فقد سعت إلى إدماجه في صلب العملية التعليمية والتربوية وتجلى ذلك في دعمها مادياً وتعليمياً فقد قامت بلدية زيتا بتوفير معلم على نفقتها لمدة شهر ونصف بداية العام الدراسي في ظل أزمة التعيينات كما قامت بالإشراف على أعمال البناء للطابق الثالث والذي تم تأسيسه فوق الطابق الثالث تم تأسيسه على نفقة المحسن الكبير محمود صالح رعمان أبو زهير والذي كان يعني لو حضر لا 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 اكتملت الفرحة في قلوبنا وقامت أيضاً بتجهيز الغرف الصفية الثلاث من حيث الطراشة والألواح والأبواب أما مجلس أولياء الأمور فقد قام منذ تشكله في بداية العام بوضع خطته العملية والتي تناولت تطوير محوري البيئة التعليمية والبيئة المادية فقد قام بتنظيف المدرسة من مخلفات البناء وتوفير بعض الأثاث والأجهزة مثل الخزائن والكراسي وثلاجة للمقصف وتركيب نافذتين من الألمنيوم مع حراساتها الحديدية وتبليط إحدى الغرف وكذلك توفير جهاز حاسوب وتليفاكس بالإضافة لدعم الأنشطة الصحية وتكريم العاملين في المدرسة بيوم المعلم بالتعاون مع بنك القدس كما كان من أبرز إنجازاته تأسيس غرفة للمصادر التعليمية التعلمية بكافة وسائلها والتي تعنى بمن هم بحاجة لرعاية خاصة انطلاقا من إمكاناتهم وقدراتهم العقلية والنفسية والاجتماعية وها هم اليوم يكرمون ثلة من أبنائنا في يوم الإبداع والتفوق والتميز في نهاية كلمتي أود أن أشكر كل من مد يد العون للمدرسة وأخيرا اسمحوا لي أن أكرر شكري وترحيبي بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة على هذه الكلمة الحضور الكريم يظل التراث الشعبي الفلسطيني شاهدا على عراقة هذا الشعب وتجذر وجوده في هذه الأرض الطيبة وسيظل هذا التراث الأمانة التي توارثها الآباء عن الأجداد لتكون في ذمم الأبناء فمع الزجر الشعبي للطالبين عبد الرؤوف نعمان ومحمود أحمد فليتفضل مشكوري اليوم يهلني وعلينا يا نجوم السعد اليوم يهلني انا بحيي كل من
على أهل حفل هلي بجمعكم يا أهل حباية. ثروة الوطنية وبالمياه الجوية واجب علينا سوية نحفظ نعمة الرحمن. يا حلال يا مالي يا حلال يا مالي واجب مياه الأمطار نحفظها جوا الأبار واجب علينا بالدار نسف للمي بتكار. يا حلال يا مالي يا حلال يا مالي وخلي عندك اقتناع لولا المي جسمك ضاع في منا ثلاث ارباع ودوما في اسم الانسان. ويا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي بالمي بنسك الاشجار نزرع بندوره وخيار حافظ عليها بالدار لولا ماشي كان. ويا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي والمي بترد الروح وبتداوي القلب المجروح وبتكيف لما بتروح شير على الميدان. ويا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي ويلي بتصرف مي كثير هذا حرام وتبذير بشرع الله ما بيصير تصرفها بلا حسبان. ويا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي بالمي بتحيا حيادي تنعش تراب اجدادي ونطلب من القيادي توصلها لكل مكان. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي وبالمي بنغتسل الجسم بفقى افضل نعزم على الضيف تفضل اشرب من القهوه فنجان. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي بالمي اتوضى واصلي واذكر ربي احسن لي انا بالمصطفى قلي النظافة الايمان. قال رب السماوات والارض واجعلنا من الماء كل شيء حي. شكرا للطلاب على هذا السجل الشعبي باشراف الاستاذ احمد جبر. فلسطين يا نبع العطاء يا بلد الشرفاء يا ارض اجدادي ويا ارض امجادي. الى كل من يعمل في الليل والنهار الى كل من لا يعرف الملل والتعب طريقا الى قلبه الى كل من سار على درب العطاء والمسؤوليه الى كل هؤلاء الف الف تحيه وثناء. اما الان ندعو ممثل مجلس اولياء الامور الطلبه السيد جمال عبد العالي القاضي المدني مشكور. الله وبركاته. السيد رئيس بلدية زيتا وأسرة البلدية المحترمين. السيد مدير التربية والتعليم أو ممثله. مدير المدرسة أستاذ حاتم قبل المحترم. الدكتور جمال رباح المحترم. المدراء الحضور الكرام. زملائي في مجلس الآباء. معلمو المدرسة. المربون المتقاعدون. أبناءنا الطلبة أحييكم بتحية العلم وأرحب بكم في هذا اليوم الذي تلتفون به ثمار سهركم ومثابرتكم وتزرعون الأمل والسرور في قلوب آبائكم وأمهاتكم الذين ضحوا من أجلكم. أنتم براعم الدولة وجيل البناء ولكن من خلال المدارس والجامعات بالعلم والفكر والنضال الوطني نقيم الدولة والمؤسسات تثبيتا لقول الشاعر العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم. أيها الأبناء فننظر إلى الوراء ونسأل لماذا استهدف جيش الاحتلال في عام 67 هذه المدرسة ونسفها وجعلها قوم من الركام طبعا لينشر الجهل والضياع. ولكن وعي أجدادكم وحسهم الوطني أعادوا بناءها لتبقى صرخة منيرة. إنه لشرف عظيم كبير لنا في مجلس الآباء
أنكما على هذا الحفل بالتعاون مع أسرة المدرسة وبلدية زيتة والخيرين من هذه البلدة. نتوجه بالشكر والامتنان إلى بلديتنا التي لم تتوانى لحظة واحدة في خدمة المدارس والمسيرة التعليمية، حيث نفذنا معها كمجلس آباء العديد من البرامج والمشاريع التي تخدم المسيرة التعليمية. شكرا لهم. كذلك نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ الحاج محمود صالح نعمان أبو زهير ابن زيت البار على بنائه ثلاث غرف صفية على نفقته الخاصة. هذا الرجل الذي غاب عن البلد أكثر من 50 عاما ولم ينسى مدرسته التي تربى وتعلم بها، جعله الله في ميزان حسناته. وأيضا نشكر الإخوة أحمد مقاطب والأخ سليم زبيدي والأخ حاتم زبيدي على ما قدموا من دعم سخي للمدرسة من خلال مجلس الآباء وكل من ساهم من أفراد ومؤسسات، شكرا لهم. كذلك نشكر إدارة المدرسة والهيئة التدريسية لما بذلوه من جهد وعطاء خلق جوا من الراحة والارتياح، وكذلك توسيع العلاقة بين مجلس الآباء والإدارة والهيئة التدريسية والمجتمع المحلي ساهم في خدمة المسيرة التعليمية وتطورها، وهذا طبعا يؤدي إلى نتائج أفضل لطلابنا. اسمحوا لنا أن نتوجه كذلك بالشكر الجزيل إلى أولياء الأمور وندعوهم في هذا المقام إلى متابعة أبنائهم وحثهم على العلم واحترام المعلم، وندعوهم إلى حل قضاياهم من خلال إدارة المدرسة ومن خلفها مجلس الآباء، وعدم الاستماع إلى ما ينقله الطالب بدون تحقق والإجرار إلى عمل غير محسوب يسيء إلى المدرسة والمسيرة التعليمية ولا يليق بأخلاقنا وإمتنان طالبنا. أهلنا الأعزاء، إنما يقوي عزيمتنا دعمكم المادي والمعنوي، حيث استطعنا في هذه السنة أن ننفذ بعض المشاريع الأخرى المتواضعة التي تخدم المسيرة التعليمية وتطورها. ومنها وفر مجلس الآباء وبالتنسيق مع إدارة المدرسة والتربية والتعليم معلمة على حسابه الخاص لبرنامج التعليم بالوسائل والذي يستهدف الطلاب الضعفاء في الصفوف الثاني والثالث والرابع الأساسي. كذلك عمل مجلس الآباء بدعم من بلدية زيتة بتكملة تشطيب الثلاث الصفوف وتجهيزهم للفصل الثاني. وأخيرا نشكر حضوركم وتعاونكم معنا، وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. مجلس أولياء الطلبة طلبة على هذه الكلمة، والآن مع استراحة قصيرة للضيافة. طن أفديه ويفديني، فكيف لا وقد تعودت بلدة زيتة على تنشئة أبنائها ليتحملوا المهمات الصعبة ويتحملوا المسؤوليات الجمة ويواصلوا العمل بالليل والنهار وبروح الفريق الواحد والعمل الجاد الخير في خدمة مصلحة أبناء هذه البلدة الصامدة. الآن ندعو رئيس بلدية زيتة المحترم السيد عماد أبو حمد لإلقاء كلمته مشكورا. أهلا بكم الاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله القائل في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والحمد لله الذي علم آدم الأسماء كلها وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم الأكرمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السيد مدير مدرسة المحترم، المعلمون الأفاضل، الضيوف الكرام، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بدايتي يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة على أعضائي عن أعضاء مجلس بلدية زيتا مشاركتهم في هذا الحفل الكريم، وباسم بلدية زيتا نتقدم إلى حضرتكم جميعا إدارة ومعلمين وأولياء أمور وطلبة بأسمى آيات التهنئة والفخار للنتائج الباهرة والمشرفة لطلابنا الأعزاء، ونقدر لكم جميعا جهودكم الجبارة والمضنية التي أثمرت بحصاد هذه النتائج المتقدمة لأبنائنا. ونحن كبلدية كلنا وما زلنا وسنبقى داعمين وبكل ما أودينا من إمكانيات للمدارس واحتياجاتها. وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى أننا قمنا خلال هذا العام بإنجاز تشطيب 3 غرف صفية في المدرسة، بالإضافة إلى تلبية جميع طلبات الدعم الواردة إلينا من قبل إدارة المدرسة ومجلس أولياء الأمور. وفي الختام ندعو الله بخالص الدعاء أن يوفقكم جميعا ويديمكم ذخرا وسندا للمصلحة العامة الصادقة لبناء الوطن. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هذه الكلمة الحضور الكريم، إن الأمة التي تعرف للعلم قيمة لا بد أن تكون أمة عظيمة، ولأن الثقافة تبني شخصية فاعلة في المجتمع، فمن هنا يبقى التنافس الحر الشريف عاملا قويا لإثارة الدافعية نحو التقدم والرقي. فمع المعلومة القيمة والثقافة المتنوعة، مع المسابقة الثقافية، مع الأستاذ خليل نواس والأستاذ أنس حسونة والأستاذ عمر حسني ومجموعة من طلبة الصفين التاسع والعاشر الأساسيين، المتنافسون. في البداية فليتفضل إلى المنصة طلاب محمد صالح زبيدي وعمر كمال وسعيد وليد وعمر حسونة، ومن طلاب الصف التاسع عمرو علي وعلي معن وغيث خضر وعبد الرحمن مرعي. عبارة عن 3 جولات. الجولة الأولى عبارة عن 8 أسئلة مرقمة من 1 إلى 8، أسئلة اختيار متعدد. والجولة الثانية هي عبارة عن 6 أسئلة موضوعية، 6 أسئلة مقالية. كل طالب، كل مجموعة بتجيب على سؤال تأخذ نقطتين. الجولة الثالثة عبارة عن سؤال للمجموعتين بيعتمد على السرعة. نبدأ. بتحددوا قائد عنكم يتحدث، صف تاسع وصف عاشر. طيب صف تاسع مين عندكم؟ صف عاشر. طيب يلا نبدأ من عند صف عاشر، معاكم من 1 إلى 8، اختار رقم. من 1 إلى 8. رقم 2. طيب ما معنى كلمة الأخطل؟ هل تعني 1 قصير الرجلين، 2 أعمى العينين، 3 طويل الأذنين، 4 مجدوع الأنف؟ معكم دقيقة واحدة. صغير الأنف. صغير الأنف؟ ما فيش خيار صغير الأنف. قصير الرجلين، أعمى العينين، طويل الأذنين، مجدوع الأنف. مجدوع الأنف. إجابة خاطئة. ننتقل لصف التاسع. طبعا الإجابة الصحيحة هي طويل الأذنين. صف تاسع اختارونا الرقم من 1 إلى 8 غير الرقم اللي اختاروه، رقم 2. رقم 7. سؤال رقم 7، من أول من صنع الصابون؟ 1 سليمان عليه السلام، 2 داود عليه السلام، 3 الخضر
عليه السلام أربعة ذو القرنين. سليمان عليه السلام. إجابة صحيحة، سليمان عليه السلام. طيب الآن مع صف العاشر اختاروا رقم، طبعا طلع عنا رقم 2 و7، رقم 4. طيب ما هي المدينة التي أطلق عليها المختارة؟ هل هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، القدس الشريف، مدينة دمشق؟ تفضل احكي بالمايك. مدينة المنورة. إجابة صحيحة ولكم درجتان. صف تاسع اختار رقم. سؤال رقم 5، ما هي الديانة التي تسمح بتعدد الزوجات دون قيد؟ هل هي 1 المسيحية، 2 اليهودية، 3 الهندوسية، 4 البوذية؟ إجابة خاطئة، البوذية. طيب صف عاشر اختاروا الرقم. 8. ما هو الحيوان الذي يستعمل أرجله الأمامية للنهوض؟ هل هو الجمل أم البقر أم الغنم أم الغزال؟ الغزال. إجابة نهائية. يلا جواب نهائي. إجابة خاطئة، الحيوان الذي يستخدم أرجله الأمامية للنهوض هو البقر. صف تاسع اختار رقم. 6 عنا ورقم 1 و3. صار رقم 1، ما هو معدل نبض القلب عند الإنسان البالغ السليم؟ هل يبلغ 1 من 58 ل 60، 2 من 64 ل 66، 3 من 70 ل 72، 4 من 76 ل 78؟ إجابة خاطئة، معدل نبض القلب عند الإنسان البالغ السليم هو من 70 إلى 72. طيب صف عاشر بقي عندنا رقمين اللي هم رقم 3 ورقم 6، اختار رقم. رقم 3، من هو القائل قد أعذر من أنذر؟ هل هو معاوية بن أبي سفيان، علي بن أبي طالب، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص؟ طلاب الهدوء. معاوية. معاوية. تأكد. إجابة صحيحة. صف تاسع بك آخر سؤال، ما هي أغنى دول العالم إنتاجاً للصمغ؟ هل هي 1 مصر، 2 السودان، 3 الأرجنتين،
4 البرازيل. السودان. السودان إجابة صحيحة. طيب الآن ننتقل للجولة الثانية اللي هي عبارة عن 6 أسئلة، كل سؤال درجتان، الفريق الذي لا يعرف الإجابة يحول للفريق الثاني. معنا أرقام من 1 إلى 6، نختار رقم، نبدأ مع التاسع. 1 1. ما هو جمع كلمة امرأة؟ الهدوء، طلابنا هدوء. عبد الرحمن. يلا تاسع. الهدوء، جميع الطلاب الهدوء، نترك الفريقين على راحتهم. نساء. نساء إجابة صحيحة. طيب صف 10، يلا رقم 2. طيب ما هي الأيام البيض؟ الأيام البيض 16 14 15. من كل شهر هجري، وإجابة صحيحة. صف 9، نختار رقم 1 و2. رقم 3 3. ما هي أطول خلافة في عهد الخلفاء الراشدين؟ دقيقة دقيقة، فيش وقت. عثماني. خلافة عثمان رضي الله عنه، إجابة صحيحة. طيب صف 10، بقي عندنا ثلاثة أرقام، 4 و5 و6، اختاروا رقم. رقم 4. رقم 4، ما هو لون الماء في النيل الأزرق؟ ما هو لون الماء في النيل الأزرق؟ ليس له لون. إجابة صحيحة. صف 9، بك عندنا رقمين، 5 و6. 6. ما هو المكون الرئيسي للزجاج؟ سيليكون. إجابة خاطئة، الرمل. نرجو من الطلاب الالتزام بالهدوء. السؤال 6 والأخير للصف 10، ما هو المكون الرئيسي ما هو البحر الذي يفصل بين قارتين ويقع بين بحرين؟ ما هو البحر الذي يفصل بين قارتين ويقع بين بحرين؟ إجابة صحيحة. الآن ننتقل للجولة الثالثة، سؤال للفريقين، الذي يجيب بشكل أسرع يحصل على 5 درجات. بيعتمد على السرعة. السؤال هو في أي عام تم تأسيس مدرسة ذكور شهداء زيت الثانوية؟
إيه؟ القديمة القديمة في أي عام؟ طلاب نرجو منكم الهدوء. مين الأجاب؟ يلا يلا بشكل سريع. 23. إجابة صحيحة صف عاشر وتحصلوا على 5 درجات. تم تأسيسها عام 1923 وكان تضم الصفوف الأساسية الأولى من الأول إلى الثالث. طيب الآن ننتقل إلى الجمهور الكريم وسؤالين الذي يجيب يحصل على هدية بسيطة. طيب ما هو عدد البيوت التي هدمت في زيتا عام 1967؟ جمهور هدوء هدوء تفضل. عرفنا حالك. أعطينا الإجابة. 117. لا إجابة خاطئة. نشكرك. تفضل. 67 إجابة صحيحة وتحصل على هدية. طيب السؤال الثاني نستمع جيدا. من أول من كسى الكعبة؟ أيوة لا لا طيب خليني أحكي الإجابة. هو أستاذ إبراهيم الملك تبع ملك اليمن هو أول من كسى الكعبة. لا نعطيه سؤال نعطيه ما نعرف مع الإجابة. طيب سؤال أخير. ما اسم الصحابي الملقب بالباحث عن الحقيقة؟ أيوة تفضل. سلمان الفارسي. إجابة صحيحة وتحصل على هدية. نشكر الحضور الكريم على الاستماع وحسن الاستماع لنا، كما نشكر طلاب الصف التاسع والعاشر. الصف اللي فاز معنا الصف العاشر 15 نقطة، الصف التاسع 8 نقاط. حظنا أوفر. هي الرياضة فن وذوق وأخلاق وتنافس، بها تصح الأبدان وتتوثق الصلات، وهيهات أن ترقى الشعوب دونها. فما أجمل الرياضة، فهي المفتاح الذهبي للوصول لقلوب الناس، كل الناس. فمع الفقرة الرياضية لمجموعة من طلاب المدرسة بإشراف الأستاذ تيسير مقاطف، فلنحييهم جميعا. الفقرات الرياضية والترفيهية هي فقرات البلالين، اللي بفقع البلالين أول بين الطالبين ديار وجمال مقاطف. شغل لنا موسيقى هيك هادية. بصير باليدين وجرين زي ما بدك. بفكر تعادل. ابو جوز باللي شو اسمه فكر لخصمك مش اللي لك. مبروك مبروك يا حياة قلبي. مبروك 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 يا حياة قلبي. مبروك
يلا تحية تحية شكرا لكم. لمونا بس هالوسخات مين اللي بيقيم الشكل من صحن المي ثم من الطحين؟ اول ايش المي لازم بعدين الطحين. بين طالبين الطالب سليمان والطالب عمر. اول اشي بالفم بس هم فاهمين مش باليد بالفم فقط بالفم. ممنوع استخدام الايدي ايديك ورا ظهرك يعني. اول اشي بالمي بعدين بالطحين. بتخلص من المي بتبلش في الطحين. يا موسيقى هادية الشيخ ليلي وين بدك تروح الشيخ؟ يلا ابدا بس اوعى تبلعه براو عليك في شيخ يدور عليه. تحية لسليمان. سليمان اللي شالوا أول صورة صورة. الترفيهية اللي هي فقرة الكراسي الموسيقية. طلاب الكراسي الموسيقية من الصف الخامس هون الكراسي الموسيقية. بين طلاب الصف 11 والصف العاشر هون. بعد ابدا سجاد سجاد خليها مرتبة الله يرضى عليك. هناك خلي واحد وراهم. شايف ابا كله خلي واحد وراهم. صف 11 هو الفائز. صف 11 الان المسابقة الاخيرة في شد الحبل بين فريق معلمين وفريق اولياء امور. حتى الولد
خلاص جاهزين شوت مربوط العين صالح والله ما هي حلوه أرجل بتهد جبالي ونهتف لك يا قصانا جايين بسلاح العلم والهمة والإرادة بنادي على فرقة الدبكي بحفل طيبة وضيوفها طياب فلنحيي معا فريق الدبكة في المدرسة Thank you.
وصل اليوم. بصواريخ بوديكم عالمريخ، نلعب بالزر بطيارات بوديكم الإمارات. شكرا لفرقة الدبكة بإشراف الأستاذ أنس حسوني. الحضور الكريم، هذا يوم قطف الثمار ومسح الجبين من عناء الأيام وسهر الليالي. إن الطلبة الذين نحتفل اليوم بتكريمهم هم الشعلة ودرة التاج، وعليهم تفقد الآمال، فهم نبراس هذا الحفل، وهم بإذن الله المستقبل الذي نحلم به. فكل التهاني والتبركات لكم ولذويكم أيضا معكم. أما الآن فمع اللحظة التي طالما انتظرناها، لحظة تكريم أوائل الطلبة والمتفوقين، فلتفضل إلى منصة التكريم كل من مدير المدرسة وممثل مجلس أولياء الطلبة ورئيس بلدية زيتة والدكتور جمال رباح وممثل بنك القدس السيد أحمد زغلول ورئيس جمعية الخريجين السيد بهاء الدين غضيي المحترمين. نجاح الحبايب كما يقال في الأثر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى. فتتفضل مديرية التربية والتعليم ممثلة بمدير مدرسة زيتة الأستاذ حاتم القلب للاستلام عنها. أسرة بلدية زيتة. الأخ السيد المحترم محمود صالح نعمان ممثل بالأخ أبو ظريف. السيد أحمد محمود مقاطف. تسلم نيابة عنه الأخ جمال عبد العال. السيد سليم محمد عبد القادر الزبيدي. تسلم عنه الأخ جمال عبد العال. السيد حاتم محمد الزبيدي. تفضل الأخ محمود زبيدي نيابة عنه، أو الأخ صالح زبيدي. السيد المحترم خالد طه. مدرسة ذكور شهداء زيتة الثانوية، يتفضل مدير مدرسة زيتة. السيد يوسف توفيق مرعي المحترم. السيد إبراهيم محمود مقاطر. السيد خالد عبد المالك المحترم. تفضل الأخ أيمن جدعة. السيد محمود الزبيدي. إلى شركة حسونة للمحروقات والتجارة العامة عبد الحافظ.
السيد ياسر أبو جزر. السيد أيمن محمود مقاطف. السيد أيمن جدعة. السيد رشاد بشير. السيد مدير بنك القدس، فليتفضل الأخ أحمد زغلول نيابة عن بنك القدس. إلى بلدية زيتا المهندسة رجاء الجبالي. السيد عبد السلام الطيب. علمني حرفا قلت له عبدا، اما الان مع تكريم الاساتذه المتقاعدين. فليتفضل المعلم الفاضل وديع نعمان. من ينوب عنه. المعلم الفاضل محمد نمر رباح. يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك، يا حياة قلبي مبروك هالفرحة. المعلم الفاضل قلبي صادق أبو حمد. جمعتنا شو حلو دنيتنا. مبروك مبروك. المعلم الفاضل محمود حسين سمارة أبو فارس. الأستاذ الفاضل علي الخطيب. أو من ينوب عنه. المعلم الفاضل أحمد رفيق نوفل. أو من ينوب عنه. المعلم الفاضل محمود الضيع. ورب الفاضل محمود الضيع او من ينوب عنه استاذنا. المربي الفاضل عمار الضيع. إلى الأستاذ الفاضل رشيد نوفل. بهاء الدين الضيع. أما الآن مع فقرة تكريم الطلبة المتفوقين في المدرسة. مجموع المتفوقين 90 فما فوق. نقبلها مع الأستاذ معتصم شبراوي في التفاصيل.
الطالب محمد رشدي بدوسي من الصف الحادي عشر. الطالب أمير توفيق محمد سيد أحمد من الصف الحادي عشر. الطالب أشرف فتح الله حمدي من الصف الحادي عشر. الطالب عمر كمان أحمد عيد من الصف العاشر. الطالب خالد يوسف أحمد عبد العال من الصف العاشر. الطالب محمد صالح محمد الزبيدي من الصف العاشر. الطالب محمد عاهد رشدي عيد من الصف العاشر. الطالب معتصم جمال نمر رباح من الصف التاسع. الطالب عبد الرحمن إبراهيم مرعي من الصف التاسع. الطالب علي معن علي الخطيب من الصف التاسع. الطالب باسل إبراهيم أبو حمدي من الصف التاسع. الطالب غيث خضر عبد الله مرعي من الصف التاسع. الطالب ورد خالد محمد بواقني من الصف الخامس. الطالب محمد نجعب ذكر الله من الصف السادس. الطالب بلال معن علي الخطيب من الصف السادس. الطالب محمد توفيق فريد غضي من الصف السادس. الطالب أسامة غسان من رباح من الصف السادس. الطالب رائد غانم راشد مصاروي من الصف السادس. الطالب أحمد جمال أحمد أبو حمدي من الصف السابع. الطالب إبراهيم محمد يوسف تمام من الصف السابع. الطالب خالد إبراهيم يوسف اللبدي من الصف الثامن. الطالب أحمد نجم ذكر الله من الصف الثامن. الطالب رائد هيثم فواز جدع من الصف الثامن. الطالب محمد راسم محمد عباس من الصف التاسع. الطالب عمرو علي عبد القادر جدعة من الصف التاسع. الطالب أحمد سمير يوسف تمام من الصف التاسع. الطالب أكرم محمود نمر رباح من الصف الخامس. أما الآن مع الطلبة الذين حسنوا أداءهم في الفصل الثاني.
طالب حمزة محمد إبراهيم إبراهيم من الصف الخامس. طالب شادي مهند فهمي من الصف الخامس. طالب محمد أحمد محمد من الصف الخامس. الطالب عبد الرحمن فؤاد الطير من الصف الخامس. طالب احمد محمد عبد العزيز من الصف الخامس. الطالب هادي اسامه تيسير من الصف الخامس. الطالب اسامه خليل جدع من الصف الخامس. الطالب محمد جمال خالد من الصف الخامس. طالب محمد أيمن إبراهيم الصف السادس. طالب محمد إبراهيم مرعي الصف السابع. طالب خالد عبد الرحمن أبو جزر من الصف السابع. طالب محمد زاهر أبو جزر من الصف السابع. الطالب إبراهيم محمد إبراهيم من الصف الثامن. الطالب جمال محمد حلمي من الصف التاسع. طالب محمد منتصر محمد اللبدي من الصف العاشر. طالب احمد مثنى احمد مصري من الصف العاشر. طالب براء طالب عبد الكريم من الصف الحادي عشر. طالب مصعب ماهر محمد عوض الله من الصف الحادي عشر. طالب محمد صبحي احمد مبارك من الصف الحادي عشر. اما الان مع طلبة التوجيه الطالب طايع عبد الله يوسف طايع من الثاني عشر. الطالب خالد جمال احمد حسونه من الصف الثاني عشر. طالب احمد بسام احمد جدع من الثاني عشر. الطالب عدي حسن احمد شلبي من الثاني عشر. الطالب عماد خضر عبد الله مرعي من الصف الثاني عشر. طالب مالك محمد راشد من الصف الثاني عشر. طالب محمد طلعت مصاروة من الثاني عشر. طالب سعيد
الوليد عبد القادر من الثاني عشر، الطالب عبد العزيز محمد حسين من الثاني عشر، الطالب عامر حسن محمد غنيم من الثاني عشر، الطالب عبيد رافض عبد الهادي من الثاني عشر، الطالب عنان رافض عبد الكريم من الثاني عشر، النور نورا نورتي ويا وخالد صهرتي، وتقدم أسرة مدرسة ذكور شهداء زيت الثانوية ومجلس أولياء الأمور بمنع الآنسة سناء بهادر المحترمة هذه الشهادة التقديرية يتسلمها والدها. الأستاذ إياد كتاني. أما الآن مع تكريم الطلبة المشاركين في الأنشطة المدرسية نبدأ بقسم النشاط الصحي. الطالب محمد بسام رباح، الطالب عصام حوشية، الطالب عاصم حسن قشور، الطالب عمر مؤيد حقاد، ألف مبارك يا غالي، الطالب جينا وهنينا عمر عقاد، علينا بالحب، الطالب أحمد منتصر أبو جزر، وكتبنا بمية نور، الطالب سليمان يوسف طايع، الطالب محمد غالب علي الصيح، الطالب ابراهيم يوسف طايع، طالب سليمان يوسف طايع، الطالب يزن نعيم حسونة، الطالب محمد خالد اللبدي، الطالب محمد خالد سمارة، الطالب أيمن إياد عقاد، الطالب محمود مازن بهادر، الطالب محمد مفيد سيد أحمد، الطالب فريد عدنان حسونة، الطالب عمر أحمد صلية، الطالب يحيى عبد الباسط آسيا، الطالب عمر محمود حسونة، الطالب زيد جميل نمر رباح، الطالب جهاد حمدان حسونة، الطالب قيس زاهر أبو جزر، الطالب محمد جميل عباس، الطالب أمير حكمة بياتي، الطالب عبد الرؤوف ماجد نعمان، عبد الرؤوف ماجد نعمان، الطالب محمد حسين تيم، الف
طالب زهير زياد عكاز الطالب غازي ابراهيم فرعي الطالب محمد علي جبارة أما الآن مع قسم النشاط الفني الطالب محمد جمال عبد العاش الطالب زياد نزار ذكر الله الطالب محمد صبحي مبارك الطالب محمد صبحي مبارك الطالب محمد علي جبارة الطالب محمود صبحي مبارك الآن قسم النشاط الكشفي الطالب إبراهيم يوسف طايح محمد أحمد تيم الطالب جعفر محمد نعمان الطالب عبد الله منجد أبو حمدي الطالب مؤيد زيدان عكاز الطالب وسيم توفيق مرعي وسيم الطالب ضياء رامي جودة الطالب إيهاب توفيق خليل الطالب محمد رائد طاير الطالب نمر محمود رباح الطالب صهيب محمد تمام الطالب عدي إبراهيم عيد الطالب رائد مهند يوسف تمام الطالب أيهم عبد اللطيف عالية الطالب عبد الرحمن علي بدوسي الطالب ريان علي بدوسي الطالب محمد عبد الله نعمان الطالب يوسف عاهد جودة الطالب ياسين حسين لطبعي الطالب خالد أحمد أبو شرقية الطالب محمود بسام أحمد مصلح الطالب محمود نبيل برية الطالب عبد الناصر وحيد زغلول مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلو يجيك وفي ختام هذا الحفل أشكر باسم طلاب مدرسة ذكور شهداء زيت الثانوية كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل فألف شكر لكم وإلى الأمام في خدمة هذه المدرسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.